أهلا وسهلا فيكم معنا في درس جديد من دروس الشيكات من فيديوهات العمالة الرقمية. اليوم حيكون درسنا بسيط لكن مهم، تعلم عن كيفية التحكم بأوامر التحريك والرسم في أرشيكات، وده درس مهم خاصة للناس اللي ما اشتغلوا في أرشيكات وحابين يكونوا واثقين من نفسهم ويعرفوا كل الخيارات الممكنة للتحريك وإنشاء العناصر في أرشيكات. ما شفنا احنا الحيطان والبلاطات كيف ممكن نرسمهم، شفنا انه بيطلع عندي بعض الخيارات اثناء الرسم. شوف عندي خيارات بتعطيني ابستند، في عندي خيارات القائمة اللي بتجيني هي دايما في الرسم. فهي ايش هي اهم الاوامر، او كيف ممكن نتعلم استخدم الاوامر لصالحي بحيث اني ارسم بشكل صحيح؟ طبعا في البداية هنشوف اهم الاوامر الموجودة في اللي بتطلع لي في النوافذ التحريك اللي هي بنشوفها هون على اليمين، عفوا في اليسار فوق. في البداية بشوف في عندي جريد راستر او جريد او شبكة مثل اي برنامج كاد. في عندي دايما شبكة هي ممكن اتحكم فيها من الراستر فانك، اذا ضغطت على السهم هيطلع لي الخيارات كلها. هشوف في عندي كونستركتيون راستر دارشتلن، هي انا الراستر اللي هشوفه او اختصاره F8، افترض F8 يكون اختصاره مو شغال عندي. هل عندي الراستر ممكن افضحه من واظهره من الخيار الموجود، واذا حابب افعل الرسم على الراستر على الجريد، حاليا مو فعال بحيث ارسم باي مكان، لكن اذا حابب افعل الرسم عليه لازم اشغل الرسم على الراستر بالضغط على الايقونة هي هو F7. طيب F7 شغالة، F8 غير شغالة، بس عندي F7، ضغط F7 هو اعطاني شغلت الفانك على الرسم. هشوف كيف صار في عندي تجيني نقطة واضحة اني ممكن ارسم عليها، لكن بشوف انه الرسم اللي بيعطي او الجدول او الجريد الشبكة اللي بيشتغل عليها هي اصغر من الشبكة الواضحة عندي المرسومة. معناتها في عندي شبكتين، شبكة تكون ظاهرة عندي ممكن اشوفها، وشبكة تانية هي اللي بيرسم على او اللي ممكن يمسك فيها الرستر. فانا اذا طفيتها هي نفسها انفنج انرستن، في عندي الخيار اللي ممكن اتحكم فيها ام كونستركشن راستر. في عندي راسترين عفوا، في عندي الاول اني انا على الفانج راستر اللي هو الصغير، في عندي الثاني كونستركشن راستر اللي هو الكبير. راح كيف هون ما عاد في الوسط. فانا كيف ممكن اتحكم في حجم الكونستركشن راستر والفانج راستر؟ هي كلها موجودة ب بي بي ار بايتون او انزشت راستر بي ار بايتون. في عندي انزشت راستر بي ار بايتون سيبلين اوبشن، بشوف في عندي راستر اينشتلونج، في عندي الكونستركتون راستر اينشتلونج هذا هو ابعاده 1 متر في 1 متر وشغلته 1، كان واحد يحط شغلته 2 او 3 وغير حسب مقدار القفز بينهم. في عندي النيبن راستر اللي هو راستر ثاني هيحركه، وفي بعدين الفانك راستر الاول انا بشوفه نصف الراستر الاول، فهو عبارة عن 50 سنتيمتر راستر الصغير وراستر الكبير الكونستركشن راستر 1 متر. فممكن اعمل راست يعني اعمل شبكتين، شبكة مثلا خاصة بالانشاء تكون كبيرة، وشبكة ثانية اصغر اللي تكون مثلا للعناصر الثانية. وهم ممكن اتحكم بالوانهم، لون الخطوط ممكن اشوف دايما بشكل فعلي كيف انا عندي راستر حيتغير. ممكن اضيف زاوية للدوران، ممكن ادور الراستر بطريقة معينة بزاوية او على الاكس والواي، كما اخليه مائل فعلته وهكذا. فيخ الخيارات الراستر صراحة كثيرة، ممكن واحد يشوف انه عنده تخصص فيها، لكن فعليا بالشغل في الواقع العملي قليل نستخدم شبكة نستخدمها بشكل فعلي. عادة نكون في عندنا الاكسس او الاكسس أو المحاور الخاصة بالإنشاء اللي ممكن نحن نستعملها كراستر حتى نمشي عليه. طيب أي أول خيارات الراستر؟ فشفنا في عندي إنه جريت راستر إذا حابب أفعله، أو الأورثوجونال إذا جريت راستر حابب أفعله لازم أكون حاطط 45، فممكن أنتقل بين الأورثوجونال والجريت حسب الزاوية اللي حاطها. بس نحط أينشتيلن برسم أنا كيف حابب يكون الجريت راستر، هوني ممكن أرجع أورثوجونال. طفي الراستر. فهي خيارات الراستر ممكن واحد يجربها كثير. في طبعا الراستر او الشبكة ال 3D، شوفها في بعدين في روم ال 3D. لكن نجي حاليا للأمر الأهم اللي بنشوفه دايما لما بنرسم،
نحط دار عادي، لما بنرسم بيطلع لي عندي هذا الخيار اللي فيه الابشتند والفينكل، يعطيني معلومات عن المكان اللي برسم فيه. فهذا هو الموجود هون بالتراكر بنسميه نحن. على الخيارات التالية، إذا حابب ما أشوف إن الخيار هذا ما يطلع لي معلومات أبشتند وينكل، ممكن أطفيه، نضغط عليه طفى، ما عاد يطلع لي أي معلومات في الرسم. إذا فعلته بيطلع عندي المعلومات. طب كيف ممكن أتحكم فيها؟ بضغط على التاب، ضغط تاب، ممكن أكتب بعدين أبشتند 2، غيرت الزاوية صغر، أعطاني إنتر، رسم لي أول خط بشكل صحيح. ممكن أضغط ضغطة ثانية وأعطاني 2 متر، ضغط إم، شفت قياسه 2 متر بشكل صحيح وزاوية صفر انه متوازي. فهي خيارات دايما حتى افعلها دايما بضغط تاب، بيعطيني خيارات كثيرة. ممكن اشوف حتى عد الاكس والواي، واذا كان حب كمان في الزد بشوف ان عندي الزد من ارتفاع الجدار -10 اعطاني المعلومات. ممكن اغير ارتفاع الزد حسب بروتر شبونك ولا الجيشوس ولا الميرش بيجل. ممكن احط شفير كرافت بحيث نرسم على سطح منحني، مثلا عندي ترين شغال عليه وفاير فليش ممكن ارسم عليها بشكل صحيح. في كثير خيارات للرسم على الزد من خلال المسقط، ممكن نشوفها في الدروس القادمة. لكن بهم دايما برسم عند الابشتند والفينكل، يكونوا بتحكم فيهم صح. ممكن اضغط بالتاب او اني احرك في الماوس واحط القيمة اللي بدي اياها بالشكل اللي حابه، هيعطيني اياها بشكل صحيح مع انتر وبكمل الرسم عادي. ممكن دايما احط قيم واعطي انتر واكمل الرسم. ففي التراكر بشوف انا دايما عندي الابشتند وينكل، ممكن اغير الريلاتيف كوردينيت حتى يعطيني معلومات غير. فهون بشوف انا اذا ما فعلت طفيت الريلاتيف كوردينيت ان التراكر، حاليا بكون عندي دايما ريلاتيف للمكان الرسم بديت في الرسم. لكن اذا طفيتها هشوف حيبدا يعطيني القيم من الصفر صفر الموجود هون. فهيك انا شغال حيعطيني 3 متر، لكن الزاوية تعتبر الزاوية جاي من مكان هذا. فإذا كنت أنا عنده عم تعامل حيكون 90، أو إذا كنت في الجهة هاي على الصفر صفر حيكون زاوية صفر. فهون هاي الريلاتيف عم بتغير لي الإكس والواي والزاوية على حسب الصفر صفر الأصلي. هون إذا حابب أضيف نقاط أو أضيف عندي إحداثيات معينة من الصفر صفر الشغال عليه من المشروع، ممكن أستخدم الخيار اللي فعلته وطفيته من شوي، فهيكون عندي المعلومات كلها والزوايا حسب الصفر صفر الأصلي. فهيك من نادر حتى نستعملها، لكن ممكن تفيد بعض الأحيان. خيال نشوفه الثاني اللي حكينا عليه بالارتفاعات، ممكن أحدد من الارتفاع يكون هل هو من الجيشوس من الطابق ولا من ريفرنس هون، ممكن أضيف ريفرنس هون أو لا من الصفر صفر الأصلي هو بروجكت ورشبونج. آخر شيء في عندي إنه خيار إنه أعمل تكبير للتراكر بشكل افتراضي. أول ما أضغط تاب حيعطي لي كل الخيارات بدونها، هيكون اضغط تاب اكثر مره حتى يعطيني الخيارات كامله. وغير شيء ممكن اني اعمل البارامتر في البريجن، اخفي الخيارات اللي بتكون عندي. اذا فعلتها نرجع اتاكد تمام، عندي لغى الكلام بس عندي عباره عن ايقونات بحيث اني ما اشوف كامل المعلومات. برامج تنامي انسايجن، هيك ممكن اشوف الاسماء واعرف انا وين الخيارات اللي عندي. اخر شيء ممكن لما نبلش الرسم اغير بين الابشتند وينكل واحط الاكس واي، فهيك صار عندي الاكس واي التابعين للصفر. فانا هيك برسم على الاكس واي، اذا ضغطت تاب زياده ممكن ارجعهم للفينكل. فهيك بحدد ان الاكس والواي يكونوا اولى من الابشتند وينكل. فهيك كمان خيار حسب واحد كيف حابب يرسم. فهي اهم خيارات التراكر، ممكن دايما واحد يفعل او تطفيه من هون، دايما يفضل تكون شغال. الخيار اللي بعده اللي عندي اللي هو الفانك هيلفن والفانك بونكت. انا بشوف بلاحظ لما برسم بيجيني هيك خط ازرق خفيف، اذا ممكن ارجع عليه حيعطيني الزاوية صفر. اتحركت شوي لفوق لزاوية 45 اعطاني زاوية 45 ممكن امشي عليها، جيت على 90 كمان اعطاني. فبشوف في عندي 45 درجة شغال على كل الزوايا، ممكن يعطيني خط مساعد هو الفانك هيلفن لينيا او فانك هيلفن او فانك بونكت. اذا حابب انا ما يكون عندي ميول بالجدار، ممكن اعمل شيفت، اضغط شيفت واستمر حيكون عندي على الزاوية. بس انا امسك يجي على الازرق قرب عليه وحط شيفت حيعطيني اياه بشكل صحيح. مهم جدا اني اعمل الزاوية صفر. احيانا في اشكال من عيوبه بالنسبة لريفت انه ممكن احيانا يعني شوي يميل الجدار بزاوية 0.01، واحد ما ينتبه خاصة على بعد كبير. يعني ممكن يجيني
خاصة في النسخ الأرشيكادا اللي كان ممكن ترسم جدار يعني 0.001 ما تحس إنه هو أصلا مائل. بس هو فعليا بيعطيك ميول خفيف، وبعدين في الرسم هتكتشف إنه غير متعامد وفي مشكلة وقصة كبيرة. يعني أحيانا تشوف عندك في ميول، بعدين بالرسم تكتشفه بعدين بسبب خطأ بسيط في الزاوية بمقدار جدا جدا غير واضح. فمهم دايما الشيفت، أنا أشوف عندي خط أزرق يطلع لي بحط شيفت بمشي عليه بشكل صحيح. هي هون عم بمشي متعامد على الزاوية اللي أنا عندي، أعطاني زاوية متعامدة يعني بيشبه كثير أرشيكاد أو عفوا أوتوكاد، لكن مو بنفس القوة الموجودة في ريفيت أوتوكاد. أحيانا ممكن خاصة النسخ القديمة شوي ممكن يعني شوي يعطيني زوايا غلط أو ما يمسك الزاوية الصح. فهون في المعلومات إذا طفيته هشوف ما عاد يعطيني المعلومة أبدا، ما عاد يعطيني أي خطوط مساعدة. حتى لو ضغطت شيفت ممكن يشتغل صح، لكن بدونها ما عندي أي خطوط أشوفها أبدا. فلما بفعله هو عبارة عن مو بس الخطوط المساعدة بشوفها بالرسم، في كمان خطوط عفوا أو نقاط زيادة كثير. حكينا في فانك هيلفن فانك بونكتر، ففي عندي دايما إذا حطيت الماوس على أي خط هلاحظ على رسم لي خط صغير اللي هو الهلفة هلفتة بونكت هم مسمين نقطة الوسط. فعندي هذا الخط كامل هطل لي الوسط، ليش؟ ما عندي فعال دي هلفتة نشوف لي الوسط. فبأي خط أنا برسمه أي خط مرسوم بحط الماوس شوي رسم لي خط أزرق هيك شوي غامق وحط لي الوسط وين. أي جدار أي خط كان أي شيء ممكن يشتغله بشكل أوتوماتيكي ويعطيني الوسط الخاص فيه، ومن هيك ممكن أختاره وأعرف إنه هون الوسط. وحتى إذا كنت برسم حاب أجي على الوسط بشوف هنا نقطة النص خطة رسمت عليها في هون بالهيفتة. إذا حاب يكون تقسيم أكثر من النص ليكون ثلاث أقسام بضغط عليها بلاحظ هيك رسم لي خط نقطة نقطتين، فقسم لي الوضع الضلع لثلاث أقسام وعطاني نقطتين. إذا حاب أكثر لازم نروح على الأينشتيلن فانك بوكتيفيت أينشتيلن وبشوف عندي تايلونجينج دغاي ممكن أخليها 4. في بهالحالة عندي صار 1 2 3 وعندي 4 سيجمنت. فهون إذا عدتها مرة ثانية رجعها 4 ولاحظ كيف يكسر عندي 4 أقسام. فممكن دايما أغيرها وأخليها 4 5 10 اللي أنا بحب واللي بحتاج أظن اللي قاط بشكل سريع. الخيار اللي بعده اللي عندي بالتقسيم بالنسبة المئوية، فبهيك حيقسمها كله 20 20% من الجهة حيعطيني نقطة أو 20% من الجهة الثانية. فهي عبارة عن نسبة من أحد البدايات اللي أنا قريب عليها في الماوس. طبعا هي كمان نفس الشي ممكن بالأينشتين أغيرها لنسبة ثانية. بالأخير في أبشتاند معين اللي هو قيمة معينة مثلا 1 متر حيعطيني 1 متر كل 1 متر حيعطيني خط. هون مثلا 1 متر 1 متر بعدين خلص ما عاد، أو بالعكس 1 متر 1 متر هون آخر خطين ما عاد فيهم. مثلا 1 متر 1 متر بعدين آخر شي. إذا حتى من الطرف هاد شوف 1 متر 1 متر بعدين شي بسيط. فهون عندي دايما الخيارات كيف أنا حابب أقسمهم كذا خيار كلهم ممكن أتحكم فيهم من الآخر خيار موجود لكيفية التقسيم. هذول الخيارات ثلاثة. هون في بيست تايل من أبشتند، هذا كمان جديد من العناصر الجديدة. هون لما شفنا نحن بالواحد متر كيف انه كان عندي شوي زيادة، هون لا حيعمل شوي ذكاء اصطناعي ممكن نسميه ذكاء شوي انه ما يعطيني القسم هذا الواحد متر الزايد، حيكبرها شوي ويعمل مثل الابرولونج او يعمل تدوير للقيم بحيث انه يشوف لي افضل قيمة بحيث يكونوا متساويين حتى لو انه مختلف شوي عن الواحد متر. فهون بشوف القيمة اللي صارت عندي بين الخطين 1.3 1.3. فهي كمان إذا حاب أنا قيمة معينة بس كمان ما حاب يكون عندي بعض الأضلاع الزايدة اللي جدا بسيطة مثل ما شفنا في المثال راح أول غالي هالنقطة وكبر القسم كله. فهي كمان يعني خيار جيد جدا للعمل على أرشيكاد. آخر شيء هدول الخيارات الثلاثة اللي هي بتجيني في الخطوط الزرق، ممكن واحد يجربها في الرسم. أنا عندي مثلا التايلونج الأزرق هذا 45 درجة، فأنا حاب أنا يكون عندي طول الخط الأزرق كيف حاب يمشي معي. حاب أنا هذا بشوف كيف إنه استمر الخط الأزرق الطالع منه حتى طب الشفت أنا عليه وظليت ماشي عليه مسكته. في كلها في خيارات تعديل كيف أنا حابب أشتغل على الفانك هيلفن. ممكن واحد يجربها ويشوف الخيارات منها. هون مثلا عندي دايما إنه يحسب من الإند بونكت ولا من الميتل بونكت الدارشتلونج تبع او عفوا الاينشتلونج تبع الخطوط.
اخر خيار عندي اللي هو الهيلفس لينيا. فانا بشوف عندي في عندي دايما شيء اسمه الهيلفس لينيا اللي انا اللي بيطلع لي دايما في الارشيكاد. اسف حكينا انه هذا اختفى الهيلفس لينيا، لكن هو الهيلفس لينيا موجود في المثلثات اللي بشتغل عليها. انا حابب انا برسم، ففي عندي ممكن انشئ خطوط مساعده. اذا فعلتها هشوف عندي على الاول شيء حيطلع لي الخيارات اللي في الزوايا، او عفوا في الاضلاع الاربعه. اذا سحبت منها حيجيني خط لا نهايه منقط، حيكون كخط مساعد. اذا جيت انا مسكت عليه حيشوف تغير الرمز تبع الارشيكاد، ممكن اني ارسم عليه. واذا كنت شغال او عفوا ماشي راسم من مكان معين جيت عليه، اعطاني اشاره متعامد، واعطاني اشاره شوف القلم تغير، ما تعمل سناب عليه. طبعا هي التعامد كمان موجوده في كل تمشي على كل الاضلاع اللي هي من الهيلفس لينيا. ممكن عفوا ما هو من الهيلفس لينيا اللي هون ممكن نشغلها. فهي دايما شغالة هي بخيارات تانية، بس كان في ممكن واحد البعض خيار غيرها. فحاليا الهيلفس لينيا اللي هي الخطوط اللي انا بشوفها ممكن اطفيها وشغلها حسب انا الموجود. ممكن اني اسحبها من اي جهة من جهات، واذا سحبت على خط ميل حيعطيني امتداده بشكل كامل، وكلها خطوط لا نهائية. ممكن اني كمان انشئ خطوط على كيفي، هيلفس لينيا سيجمنت اشتغل، وانا حابب يكون مثلا خط من المكان هاد للمكان هاد المتعامد. إذا جيت عليه في الماوس حيعطيني الوسط الخاص فيه اللي بشوفه أنا الخط هاد. فنفس الشيء اللي بنطبق على الخطوط العادية بنطبق على الخطوط المساعدة. فأنا ممكن أرسم وأجي على الوسط الخاص فيه وأشوف إنه لا للنهاية، وممكن بعدين أمسح خطوط، إما إني أمسح على هلفتين اللوشن ولا أمسح خطوط معينة، وأمسح مثلا خطين ثلاثة، أو إني أعمل إسكيب أعمل على هلفتين اللوشن مسح كل الخطوط المساعدة. فالهيلف لينيا او الهيلفس لينيا بتساعدنا كثير برسم خطوط انا ما حابب تكون مرسومه بشكل صحيح، لكن تكون بس خطوط مساعده وما انسى اني امسحها بعدين. طيب خلصنا القسم الاول من الاوامر المساعده، هنشوف بعدين القسم الثاني اللي حيكون فيه الخيارات اللي تجيني في الرسم. حكينا شوي بالمره الماضيه عن اني كيف ممكن اغير نوعيه الرسم الخطوط واعملها منحنيات واشوف الخيارات الكبيره اللي تجيني. اذا ضغطت بعدين على العنصر مرسوم، ضغط على خط، هشوف كيف عندي خيارات التحريك، التدوير، الشبيجل أو الميرور أو الانعكاس. في عندي ممكن أحرك على الزد وأعمل أكثر من نسخة. فعندي ضغط على النقطة اللي هي التحريك وعندي خيارات التحريك الدائمة بتجيني بشكل سريع. إذا ضغط على الضلع هيكون عندي إني أضيف نقطة جديدة أو إني أعمل انحناء بنقطة جديدة وإني أعمل انحناء بالتانجن. نعمل هنا بالشكل هذا. في عندي خيار بعدين الانحناء اني اضيف نقطة او اني اعمل اوفست للانحناء من الشكل هذا. دايما بيجيني خيارات كثير ومتعددة على حسب كل ضلع، لكن اغلب الخيارات المتكررة تحت هي التحريك والتدوير والميرور وغيرها من الخيارات، وهي كلها موجودة بار بايتون بفيجون. كان عندي الفرشيبن دريم شبيجن، شوف اختصارها شتورنج اي دي ام. فانا حاب احرك عنصر شتورنج اي، بحرك ممكن اضغط عليه في الوسط هي الافتراضيه، ممكن اضغط مثلا على جزء بعدين اضغط على التحريك، او بشكل سريع كنترول اي بحرك. فحاب ادور كنترول دي دريهم بعمل تدوير، كان ممكن اضيف بشوف الزاويه اللي انا حاب ادور فيها، بشوف فيها الزاويه الفينكل. اذا حاب اعمل ميرور شتورنج ام كنترول ام بعمل ميرور. فهي الخيارات السريعة اللي تشتغل بأرشيكاد. حابب أعمل نسخة كنترول شيفت A بشوف صار عندي زائد عملت نسخة. إذا عملت كنترول A بعدين حابب النسخة تصير أعمل كنترول مرة ثانية صار عندي نسخة. نفس الشيء في درين، إذا حابب أدور على نسخة كنترول شيفت D هيك مع شيفت ممكن أحدد زاوية وأعمل تدوير. نفس الشيء في الميرور ممكن أختار نسخ وأعمل كنترول شيفت M وأعملهم شبيجل مع نسخة. فهي نفسها بنشوفها دايما في البيفيجون بيفيجون بيفيجن شتورنج ام شتورنج دي مع النسخة، ومشلت مع الشيفت تعطي النسخة. إذا حاب أكثر من نسخة شتورنج الت اي، أنا حاب ممكن أكثر من نسخة من عنصر هاد شتورنج الت اي نسخة ثانية رابعة مع الشيفت. أنا ضاغط أعمل نسخ كثيرة، حاب أكثر من نسخة بشكل واحد بشكل سريع. نفس الشيء للشبيجل ودرين وغيره. فدايما عندي خيارات ذكية في الأرشيكاد
يعني ممكن أعمل أكثر من نسخة بشكل سريع وسلس. كل شي بنطبع على أي عنصر في أرشيكات، حاب أحرك جدار، حاب أرجعه، حاب أعمل نسخة عنه، وغيره من الخيارات. آخر شي بضل في البيفاجن اللي هي مثل مسميها الأري، موجودة كمان بالمولتيبت سيرن شتورنج الهاشتاج أو النمر. فهون بيجينا عندي الفرشيبن ودرين وهو فرشيبن أو ماتريكس، فيني أعطي أكثر من نسخة. ممكن واحد يجرب الخيارات في البيت أو على راحته، كيف إنه ممكن يجربها. نعمل فرتايلنج بأبشتند مثلا 2، فرتيكال أبشتند نص بصفر، عمل 3 وبعدين أضغط الجهة، عملت ونرجع أجرب فيجن لو تسيرن فرشيبن. كان هي عبارة عن فرتايلن، ففرتايلن بحط أول وثاني عنصر بيعطيني، بس في أكثر من طريقة. انفوجن انفرتايلن فرتيكال أبشيبن، خلينا نجرب مع عدد. أنا حابب تكون عندي 5 نسخ فرتيكال نص، فهيك بعمل أنا. ببلش أنسخ وأشوف إنه عندي 5 نسخ حتنتشر بحسب أول أبشتند عندي بشكل صحيح. في غيرها من الخيارات، إني مثلا لا أفعلها من هون، ممكن فرتايلن أو أفتايلن، مع إني آخذ أو آخر نسخة أو آخر مكان والبقية. فشفنا بأول وحدة كان عندي أول أبشتند، الثاني حيكون آخر أبشتند، والبقية حيوزعهم في النص حسب العدد. ففي كثير خيارات إني أعمل نسخ كثيرة في أرشيكات، ممكن مفيدة للأعمدة أو غيرها، لكن هي في كل الأماكن. آخر شي شفنا في الدكن كمان بشكل قصير آخر درس، إنه عندي خيارات مختلفة أكثر. ممكن أعمل تكبير بجهة معينة وأوفست لكل الجهات هي كلها، أو إني أعمل إضافة للدكة أو أعمل طرح منها. هاي الخيارات أظن شفناها في الدرس الماضي، بيستخدم وموجودة بشكل كثير في أرشيكات، في العناصر اللي بتكون تحتوي على مساحات مثل مثلا بالشرفورة أو بالهاتش. أنا ممكن أرسم هاتش مهما كان نوعه 2D element ونفس الخيارات موجودة فيه. هي كان لمحة سريعة على أدوات التحريك وأوامر التحريك في أرشيكات، حتى في الدروس القادمة نشوف كيف لما أستخدم أي اختصارات سريعة أو تحريك سريع. يعني هحاول أذكر كل شيء بشكل مبسط، لكن تكون في عندكم مرجعية في هالفيديو لكل الاختصارات وأوامر التحريك في أرشيكات. وما ننسى انتبهوا أن لما الكيبورد بكتب أي اختصار عندي حيكون موجود بشكل سريع تحت في الفيديو. طبعا عكس الكنترول زد في أرشيكات مهم، كنترول شيفت زد أو كنترول أوبشالت زد. شو إن شاء الله يكون درس اليوم بسيط، مع إنه طول كثير أكثر من المفترض، لكن إن شاء الله يكون درس مهم لكل اللي بتعامل مع أرشيكات لأول مرة. تابعونا، ما تنسوا تنشروا الفيديوهات لكل اللي حابين يتعلموا أرشيكات، ونشوفكم في الدرس القادم. سلام.